ممكن انه تقدر على شرق الموضوع اول شيء، بس لسه الطلاب ما فهمنا كل الوقت. الان شنو عرفنا سيد مارتن فاي؟ حكينا عن البنزين انه هو اكثر استغراق، ليش مستقر؟ بزنس. لما يصير تفاعلات، اذا شنو تفاعلات البنزين؟ اختلفت عن اللي اخذناه بالمرحله الاولى الاضافه اللي هو هنا سبستيوشن اللي هو استبدال او التعويض بالعربي. The most reaction of aromatic compound is substitution at ring carbon. يقول لك اغلب شخصيه او صفه تفاعلات البنزين شنو تكون؟ Substitution. تكون تعويضيه، يعني تعرفون البنزين بي اتش، شوف راس الاتش وحده، ليش ما راس كلها؟ هي البنزين كلها عليها اتشات. سي سي 6 اتش 6 راس الوحده على مود تشوفك انه طبعا هناها ماكو اتش، هناها اتش، هناها اتش. فنحن بالكيمياء نكتب وحده حتى اقول لك هذه، شوف السي ار راح تروح مع هذه الاتش، تصير استبدال تحول لنا اتش ار واحد. دائما الكيمياء ركز على المعادله، من فهمت هي ملخص التعب مع الجزء العملي. ولاحظ دائما اكو حفاز، اذا شفت الحفاز تقول لي نورج. فالان لاحظ انه حامض النتريك، نتريك اسيد، تشيل الحفاز بالنورج. اذا اول شيء ان الهالوجينيشن الهلجنه يعني اضافه هالوجينات، افهم دائما كل شيء. فمثلا سي ار 2 بي ار 2 اف 2 هذه راح تستبدل وحده معها، بس لا تدخل على العاصره المزدوجه ولا لها علاقه بها. هاي تفاعلات السبستيوشن، يصير استبدال. اجت هنا صار اسمه كلوروبنزين، بعد ما ارجع احفظك بعدها ولا بسمي لي انت، هاي عبرت هالمرحله ما تسمي. فكلوروبنزين بالامتحان ماكو بعد اختيارات، كلها انت تحضر وتسوي وتشتغل. اقول لك فروم بنزين بريبير حضر كلورو بنزين، بعدين ما لي علاقه بالتراكيب. انت كل تحضير شو راح يصير؟ كتبت هذا بكتب جواته بنزين، لا تخلي شيء فراغ. كتبت هذا تكتب لي اسمه هناك كلورو بنزين. تسميات زائد التراكيب. هذا هناك تكتب لي كلورين. نجي عندنا النيتريشن، النيتريشن معناته إضافة نيتريك أسيد. النيترة، الهلجنة، النيترة. حامض الكبريتيك هو النيتريك المحفوظ HNO3. إذا راح يستبدل أقول لك فروم بنزين ريبير نيترو بنزين. تيجي تكتب لي بنزين حتى لو بدون الـ HNO3 هو اسمه نيترة. ما زال نيتروجين نظيف جاي من النتريك اسيد، بوجود ال H2SO4 لازم هذا اللي تنحفر. هم خمس تفاعلات ما طويله. اذا عندنا الهلجنه والنيتره، وعندنا الاخر السلفنه سلفونيشن SO3 بوجود ال H2SO4 راح تكون لنا شو اسمه المركب؟ اقول لك فروم بنزين بريبير بنزين سلفونيك اسيد. مو تسمع سلفوني يعني ما سامح فيه. ليش قلت لك احفظهم بالبدايه لو جمعت لك اياهم؟ الالكليشن، الالكل الالكيل يعني ما في شيء جديد عليكم، الالكيل اللي كتبناه قبل شويه سي اتش 3 معوض. مثيل، اثيل، بروبيل، شلون ادخل ار؟ طبعا هنا الار مفتوحه، ما اقدر اعطيك مثال واحد. قلت لك من البنزين بروبير ذا تلوين. تلوين اذا انت ما حافظ تلوين. تلوين هو ار بي سي اتش 3 واحد. فانت الار راح تحول لي اياها بس هذه الار الى سي اتش 3 خلينا سي ار. مو هاي اكس سي ار والار سي اتش 3 خذت منك التلوين. فانا ما راح اقول لك ار، انا الار انتم تعرفون الار الكيل. الكيل. فبالامتحان ممكن اجيب لك فروم بنزين بريبير تلوين هذا، بس تجي التلوين انت بس تبدي انت حاضر تبدي ممكن من النهايه، يعني تخلي من النهايه التلوين اللي بدك والبدايه بنزين، وشوف شنو اللي تغير. تحفظ اي ار اكس 3، اذا خليت هنا سي ار يعني هنا سي ار، هاي الاكس نفس هاي الاكس، اذا خليت بي ار لازم هنا تخلي بي ار.
هذا هو العامل حفاز بلدي حفون فوق. براحتك دائما التزم بالسياق خلينا نقول حتى هذا يغلط سياق فريق. إذا قلت لك كيومن أنت ما حافظ شنو الكيومن، إذا نحن ما راح نحفظ ولا راح نحفظ ولا راح نحفظ، يعني سؤالين عندنا، يجي التسمية نقطة ويجي التحليل نقطة، كل هذه الجدول ممكن أي وحدة تجي بيها. الكيومن هي سي ايزو ترجعون عليه تأكدوا منه المقص ايزو. إذا قلت لك ايزو بروبيل بنزين مثلا فلازم هو هذا شنو ترسمها انت شنو اللي هناك كربونات تجيبه بس تخليها هنا تخليها السياره فهذا ممكن انه انا خليني اجيب لك اربع خمس امثله ست امثله ترسمها ملزمه ملايين الامثله هي ار فلازم تجاوب ليش حافظها مضبوط هي الجواب مضبوط نعم وين هل تحشي على هذا؟ هذا؟ تعرف شلون هذا الإج راح؟ جاء هنا، هذا الإج مال إيه هذا الإج وليس مال إيه اللي هنا، بس راح ناخذ الميكانيكية تكامل. وراء. بس تفهمون هسه المعادلة. فالسؤال الآخر اللي راح أجيبه حفر أي واحد من هذين الخمسة الأسيليشن آخر واحد هم هذول الخمسة يعني ما طويلك. الأسيلة والألكلة والسلفنة والهلجنة فآخر واحد الأسئلة الإسائل ذكرناه مجموعة الأسائل قلت لكم عدة مرات احفظوها جدا مهمة الأسائل هي هذه المجموعة عدة مرات ذكرت هذا الكلام وما حد سجله وما حد هذا الأسائل بدليل إن خلينا لأورنج يصير أسيتيك أسيت يعني حامض الخليج احنا نسميها بالعربي خلاج بالاجنبي اسايل شوف تختلف عن الاسم عن بقيه الاسماء حتى اسيد الاسيد فهذه الاسايل تحفظها مثل اسمك هذه الاسايل اللي هي مجموعه سي دبل بوند او وسي اج فالأسائل بنزين نضيف له هذا الأسائل شوف استعشين الإكس صارت الأسائل اللي حكيت لك عنها راح تطلع شلون تدخل تصير التعويض مكان الإتش تاخذ الإكس وهذا تجي تنطبق مكانه إذا جبت لك السؤال حفظ معناته هذا السؤال أنا سجلته يمكن واحد من هذين نجيبه حفظ فروم بنزين حفظ لنا مثلا طبعا هذا بشكل عام ما زال ار معناته لو اخذ سي اج 3 عن هذا راح اجيبه مثلا هذا سي اج 3 يقول لك فروم بنزين تجي تكتب البنزين خلي زائد فراغ خلي سهم تكتب اللي هنا حضر لي هذا شو اسمه هسه شنو يسميه اللي خليت الار مكانه سي اج 3 اول شيء تابع يا موضوع سي دبل بوند او سي اتش 3 تابع لي الموضوع اللي يكون ار سي دبل بوند او ار كيتو كيتو كيتونات هي ار سي دبل بوند او ار فالكيتون من اون فراح نضيف اون بالاخير فهذا شو نسميه اذا بي سي اتش 3 خليك هذه بي اتش مكان ما ارسم وهذه سي دبل بوند وهنا سي اتش 3 حتى يكون واضح انت ترسم واضح هذا كيتون اللي هو ار
ار هذا كيتون. فهذه الالكيلوجيا تكتبها حتى مثلا احنا الار هذا الكيل عندنا بعد ار اكس هذه الكيل عندنا ار سي او او اتش هذا حامض كاربوكسيلي اسيد وعندنا بعد شدنا الار سي او او ار اذا ار مكان هذا شنو هذا استر هذا الاستر وعندنا بعد الار سي دبل بوينت او اتش الار سي دبل بوينت هذا الدي هاي هذا كيتون وعندنا بعد شنو عندنا الار NH2 أمين وعندنا R هذا بالإنترنت طلع هذه كلها موجودة R C double bond O NH2 أمايد هذا الرموز جدا مهمة تحفظ فلنجي نسمي هذا المركب كيتون راح اضيف اون بالاخير بس هذه المجموعه ايش سميناها كسائل وهذا فينو فينال زين راح نسميه هذه اسايل نقول اسيتو في نون نون أسيتو فينول هذا جذر الجذر أسيتو فينول دائما برومو هي برومايد برومو أيودو يعني هذا معوض فإذا أسيتو فينول قلت لك من البنزين حضر الأسيتو فينول أنت لا تعرف الأسيتو فينول شلون يرسم شلون ينضاف يعني أنت بس تحفظ التركيب مال بس رسمت هذا التركيب البقية سهلة هذا الحالب سياجة 3 بس نقل هنا سياجة 3 كملة نصر اللي هو أسيريشن إذن هذا السؤال اللي راح يجيكم حذر from بنزين بروبير أسيتوفينول وطبعا إذا عوض بعد أكثر مفروض أنت حافظ هذه التراكيب أي واحدة منهم من التراكيب على أي تفاعل آخر أنت إذا حافظ بس ترسم البداية والنهاية تعرف راح دكتور الاكس لانك راح تكتب الاكس تبقى سي ار بي ار كيف هسه عادوا انه انتبهتوا على الهلجنه زين شو تعرف تفاعل الهلجنه اقول لك حضر كلورو بنزين فروم بنزين كلورو بنزين فاذا هذه هلجنه زين النيترو بنزين نيتر زين البنزين سلفونيك اسيد سلفن اسمه سلفونيك اسيد الميثايل بنزين الكلى الايثايل بنزين الكلى الايزوبروبيل بنزين الكلى الكيومين الكلى الستايرين زين فراجع هاي وشوف على ياه الترم عندك زين اسيتو فينون من اس اس اسايل اذا اسيل قبل كان this is هذا this is الكتروفيليك أروماتيك سبستيوشن راح تجينا هذا الرمز الإي اختصار لأن الكتروفيليك والأي أروماتيك والإس سبستيوشن نسميه التعويض الأروماتيك هاي التفاعلات كنا درسناها الساعة التعويض مو الإضافة إضافة على أصل المزدوجة بيها تذكر على البداية والنهاية إذا أنا نكتفها واليوم تراجع باكر بعد باكر نسيت تجي تراجع تشوف الأمور صعبة التعويض الأروماتي
الالكتروفيلي. ليش؟ لان الالكترونات هي اللي راح تهاجم مثل ما راح ناخذ بعد شويه. هذا اذا قلت لك حذر الان هاي الاتفاقات الخمسه راح ناخذ الميكانيكيه مالتها. ليش حيصير استبدال وليش ما حيصير اضافه؟ وين تفهم بالميكانيكيه؟ السؤال اللي بعد هذا السؤال التحليلي يجي اكتب لي ميكانيكيه تحت هذول الخمسه، واحد منهم يجي. اول واحد اخذنا قبل شويه، لا تنسوا المعادله، اخذنا كلور، ارجع عليها. الهلجنه، ايش صار بالهلجنه؟ الكلور استبدلت مكان الاتش صارت كلور وبنزين. لهذه شو صارت؟ راح يصير بالخطوات الآتية. احنا عندنا الكلور شوف تفاعل اخر شيء مع البنزين. شنو اللي راح يصير؟ الحفاز الموجود هو اللي محلش التفاعل. وذكرت اذا ما كتبت لك الحفاز بالامتحان اكتب لي نور ياسر. فاول شيء الخطوه الاولى تكوين الكلورانيوم ايون. شو عندنا؟ كربونيوم ايون. فهذه الخطوه اللي هي عندنا سي ال 2 وسي ال 2 تنظيف على البنزين، ما تروح على البنزين هيجي مباشر. اكو حفاز يشغلها اللي هو الاف سي ال 3 وياي توسع التركيز. انت من تركيز ما يحتاج تدرس بعد. اتهمتها هاي. الكلور من كتبنا غادي نسمي الكلور كم الكترون بي؟ 6. فهاي الالكترونات هي اللي دائما غير مشاركه، عرفت شنو غير مشاركه؟ بالاوربيتال متروس بعد ما بيها مجال. هي اللي تبدي المشاكل والتفاعلات. زين. هاي راح تهاجم على الاف اي، ليش على الاف اي؟ لان الاف اي هو من العناصر الانتقاليه، بيها اوربيتالات دي فارقه. ممكن تدخل هاي الالكترونات مالها بس تسوي تفاعل. فوحده من الكلور راح تهجم، ودائما السهم راح تجيك ميكانيكيه، من ترسم لي سهم الموجب رايح على السالب خليك خطر. دائما الالكترون هو اللي يهجم، يعني بالنواه الالكترون هو اللي يتحرك، هو الماشي، مو النواه الموجب اللي تروح تتحرك وتشيل الالكترونات. زين، ما لك علاقه بكبر النواه. زين، الالكترون راح يهاجم الاف اي، راح يسحب منها، شوف هسه شوف انت ترسم لي اياها مضبوط. هذا الكلور اقترب من الاف اي، ارتبط مع الاف اي، بعدين هذا الكلور صار موجب. هذا ما مستقر. هو ارتبط صار غير مستقر، هذا مركب وسطي، طبعا هذه الموجب والسالب والراديكال هذه مركبات وسطيه تتكون للحظات سريعه وبعدين ترجع للاستقرار. يعني ماكو مركب حرار، اكو بعض الكربونيوم ايون طاقه ويحرروه ويفصلوه هاي اللحظات. يعني يحتاج يستلم ويطور. زين. فهذا الموجب ما مستقر بعد ما ارتبط. راح يصير ليش ارتبط بالاف اي؟ قلنا الاف اي من العناصر الانتقاليه بالجدول الدوري، كلها تحتوي على اوربيتال دي فارغه، تقدر تطور نفسك تشوف العناصر الانتقاليه اوربيتال دي تشوفها فارغ نفس قبل شوي رسمتها. فهاي عندها الكترونات زايده غير مشاركه، تقدر تهجم وتدخل على اوربيتالات مال الاف اي. زين، هذا الموجب صار اللي هو كلورينيوم افسا. بعدين انه يريد يستقر راح تنفصل، مو العاصره اللي ارتبطت بها، راح تنفصل العاصره اللي كانت بها موجوده. اذا تنفصل نفسها ما سوينا شيء، ترجع نفس الرئيسيه. فهذه العاصره راح تنفصل، راح تشوف انه هاي العاصره ترجع تصير الكترونات، فصارت نفس ما كانت بها موجب زائد اف اي سي الف 1، وحده سالب وحده موجب. ليش سميه الكتروفيل؟ هو هذا السبب. ثاني هذه الالكتروفيل راح هي اللي تهاجم، هي اللي تهاجم مثل ما تلاحظ وتركز معايا، صار عندنا موجب وسالب بالسوليوشن بالمحلول. هذا الموجب هي اللي تهاجم البنزين، بس بالرسم ترسم السهم الالكترونات اللي موجوده بالبنزين هي اللي راح تهاجم، يعني ما عليك كبر بحركه البنزين، هي كل البنزين تروح لان هي السالبه اللي تتحرك الالكترونات. ولهذا نسميه الكتروفيل من الالكترون مال فيل اللي هو فينول الفينايل. زين، فهذا اللي راح تهاجم الجزء الموجب من الكلور،
راح يدخل مثلا بهذا الموقع هو باي موقع اوكي من دخلت الكلور بهذا الموقع زين العاصره انكسرت الموقع الاخر اللي كانت فيها العاصره تصير موجب لان ليش فقط الالكترون شنو الموجب شنو الموجب فقط الالكترون هي كانت قبل كانت عاصره هذا الالكترون وهذا هاي الكربون فيها واحد اثنين ثلاثة وأكو إج الإج ظلت موجود والكلور جد دخلت هاي الكلور جد دخلت صارت واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي كاملة ما فيها موجب على الشكل أصبحت رباعية زين هاي الفوق اللي انكسرت بين هذي وبين هذي هذي خطية انكسرت هنا صار واحد اثنين ثلاثة وأكو إج هاي حافظيها أكو إج إحنا ما نكتب أكو إج هاي هنا أكو إج لأن هاي ما محولة كربون ثلاثية واحد اثنين ثلاثة لا أكو واحدة تلف إج فهنا أكو إج بس واحد اثنين وإج واحدة موجودة ثلاثية بعدلها واحدة بعدلها واحدة الكترون واحد فقط اللي هو جاء هاي العاصرة بيها الكترون هنا مغطي والكترون هنا مغطي هاي انكسرت منها بس دخلت مكانها تعوضت سيارة بس هذه ما تعوضت فصارت مكانها موجب يعني فاقدة للكترون من صار موجب هاي قال هيجي حقيقة شو تستقر تسوي ريزونس دور تجي هذه الموجب قول أنا ما مستقرة ترجع هاي العاصرة ليش موجودة على التعاقب هاي العاصرة تجي مو كانت تغطي قول أنا ما خلي هاي الكربون موجبة تجي تغطي فهذا الموجب يجي هنا وهاي العاصرة تروح هاي اللي هو إيه هذا شوف هذا تحول إيه هنا ينزل حتى تغطي هذا حولت إيه هنا هاي بيدك تمارس يومين هذا ممارس هذا تجي هنا من جت هنا هاي ما لعبت فيها شيء هاي بلت مكان وهذا جت هنا بس الموجة وين جاء مكان هذا لو بهذه صارت الموجة صار هذا المكان إحنا هذول تعويض وين هاي المكان هذا الموجة يبقى هيك هم مستقر هم يفتر هذا العاصرة مو هاي استعجلت قالت أنا عليه سويت زين الورا هالعاصرة قالت أنا جعوض هاي جت عوضتي هذا بعد وين صار موجب قريب من آخر شيء فهذه ممكن ترسمها بالأخير أنه هذا الشكل هاي كمل عندك بالمجزمة هاي كمل وهكذا راح يظل يفتر شوف هذا آخر واحد ضيف هذا الملخص مع الكلمة ما نزعل ليش مستقر ليش ما يتكسر من هذه هذا كل ما تريد تكسر عاصرة هذا يفتر ما باقي ثابت هذا ريزونانس يعني لا استقرار ما هو ثابت مثل الكين عاصرة هاي مكانها ضيف إضافة هي تنكسر بينما ديش أصلا متحركة حوله عندنا هنا الكلور قلنا ساحبة لو دافع على الإلكترونات ساحبة الإلكترونات إذا هذا هو عنده نقص بالموجب إيش معناته موجب نقص الإلكترونات وهذه تسحب باتجاهها فراح يصير نقص أشد لو قل أشد زين كونسول حتى تتصل الهيدروليك زين بالضبط فأنت الآن هذا الملخص ما لتعدد هاي حكينا عن الميكانيكية. شنو اللي راح يصير بعد هاي الخطوة؟ تفصل الجيت أوردي. الخطوة الثالثة مو وصلنا آخر شيء كتبنا أنه هذا الوجب بالأسفل. طبعاً هنا بالمعادلة المفروض يخليها بالأسفل بس هو رجع حلها من فوق. نفس الشيء. وظل الدور. الخطوة الثالثة مو هاي راح تطلع. هي دخلت تطلع ما سوينا شيء. يطلع دائماً في الشيء. غير هذا كل شيء اللي هو هذا الإج ممكن تفض هذه الدوران السالفة كلها ترجع تستقر بالنهاية تطلع هذه الإج هذا الإج تطلع راح تنزل هاي العاصرة ما لهنا محتاجين عاصرة نفسها اللي تذكروها بالبداية دائما اللي يدخل يسوي مشكلة يعمل التفاعل بالأخير هو نفسه يطلع فهذه راح تنزل العاصرة هنا بس نحتاج عاصرة تصل هاي نسبة رجعت بس من البقاء بقاء ميكلوري ومن اللي طلع الـ H CL
والاف تي ال 3 رجع مثل ما كان، لازم يرجع الحفاز مثل ما كان، والحفاز هو مثل ما تعرفون الكاتاليست يدخل ويخرج يدخل ويخرج بدون يعني بس يسرع التفاعل. الحفاز ما شرط يكون مادة، ممكن يكون حرارة. إذا نحن كنا نرسم بالبداية لها الجنب هذا، إذا جبت لك حضر فروم بنزين، السؤال اللي قبله عندنا سؤال صار فروم بنزين بريبير كلورو بنزين، أيضا تكتب لي مادة تكتب ميكانيكي، يعني قلت ميكانيكية؟ لا. إذا السؤال اللي بعده راح يجيب ميكانيكية، هاي الميكانيكية ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ثلاث خطوات ترسم. لو مستعيدة عن الوظيفة هستعيدة. إذا بس خلي أرجع على المعادلة الرئيسية لأن هي سهلة. احنا نكتب معادله وانت بالامتحان تكتب معادله كلورو بنزين، ما تحتاج تسوي ميكانيكيه، بدي اقول لك بس حضرني مباشره تكتب هذه المعادله اللي هي من بنزين كلورو بنزين، هي هذا الجواب بس لا تنسى تكتب لي الاسماء، هذا بنزين هذا كلورين هذا كلورو بنزين. زين حتى اللي مو يعني مهمه ثانويه ما مشكله ما تكتب، بس هذني عندنا التراكيب اللي فيها بنزين لازم تكتب تسميتها. فهذا اللي قلت لك حضر بس هذا الجواب. واحنا منا اذا نعرف انه هاي السياره بتتبدل مكان الايش وفرصه السياره. بالتحليل اذا سهل. بس هو الحقيقه مو هاي السياره اللي تتبدل بالميكانيكيه. هذه السياره اللي تدخل على اف اي تاخذ الاف اي تاخذها منها. ويبقى السياره الوحده موجبه. لازم ايش يكون هنا موجب؟ والموجب راح من يصير موجب؟ ليش يصير موجب؟ يعني راح يهاجم البنزين، البنزين شنو؟ مشبع بالالكترونات، هو سالب. إذا دائما بالحياة عندنا موجب عندنا سالب، الكهرباء لازم موجب لازم سالب. فأنت التفاعل يصير من اكو موجب وسالب. البنزين هو عنده هذه الالكترونات، الالكترونات سالبة تهاجم منه؟ تهاجم إذا شيء موجب، يا رب لقينا شيء موجب ما راح تهاجمه إذا سالب. لأن سالب مع السالب ما راح ما يتقارب ويتجاذب. اللي تجيب شيء موجب قطب شمالي وقطب جنوبي راح يجي التجاذب بينهم. هذه كمعادله. لما تجي كميكانيكية بس قبل هذا الملخص مالته اللي على اساس يقول راح نشرحه بالميكانيكيات، انه اي الكتروفيل يعني اي شيء موجب راح يهاجم البنزين وراح يدخل كمعوض. راح ينطلق الايج، هذا ملخص لخمس تفاعلات. خمس تفاعلات، فشيء موجب يدخل على الحلقة والحلقة تفقد الايج مالها. هذا الخمس كلها نفس الشيء. السي ال 2 راح تهاجم الاف اي. ليش؟ هذا نسميه كلورين لويس بيس. احنا عندنا بالكيمياء حامض مع حامض. زين يصير حامض مع حامض؟ يصير. بس واحد حامض ماله اقوى قوي بالاخضر شويه ضعيف. وطبعا يصير ما يصير مثل الحامض، الحامض القاعده هي اسرع اكيد. كلورين لويس بيس ولويس اسيد. الفرق كلورين. بما انهم تعرفون قاعده لويس اللي هي تعتمد على المزدوجات الالكترونيه، هذا عنده مزدوج الكتروني وهذا عنده الاوربيتال مزدوج الالكتروني عنده اوربيتالات فارغه. ذكر الكيمياء المفروض هذه بالله تاخذوها العناصر الانتقاليه دي اوربيتال دي فارغه. يستقبل الالكترونات، هاي الالكترونات غير مشاركه، شلون عرفنا؟ هاي الشركه شلون عرفنا غير مشاركه؟ من رسلنا تهجين اس بي. الخطوه الاولى دخلت هنا راح ترتبط بالاف اي، لان دخلت هذا الالكترون مع الاف اي، طبعا هذا تقول لنا الكلورانيوم ايون، هذه راح ايش تصير بها؟ تنفق لنا غير مستقره، راح تطلع لنا موجب وسالب، احنا اهم شيء ناكد انه شلون نطلع الموجب اللي هو راح يهاجم بالخطوه الثانيه، راح يهاجم حلقه البنزين. اختار؟
يعني الاف اي بالبدايه هي عليه المفروض انه عليه علامه موجب النور مقابل للارتباط. طبعا انت الاف اي هنا اف اي سي ار 3 الاف اي موجب 3 سي ار سالب 1 يعني متوازنه من جهه اضافه رابط القلب بدون شحنه راح تصير 7 صح لو لا فراح تصير سالبه هذا يصير موجب فراح تصير عندنا يتكون بالمحور السلوسي شحنتين موجبه وسالبه الموجبه هذا ناقص الالكترون بالتالي احنا نريد الالكتروفيل هذا هو الالكتروفيل راح يدخل على الفني دكتور نعم دكتور السهم مو ممكن يكون بعكس من اللي هاجم دائما قلنا بالسهم السالب الموجب السالب بس احنا بالذكر نقول ان الالكتروفيل راح يهاجم بس من يرسم السهم السالب دائما لا يغرك كفر يعني ارسم لك هنا ثلاث اربع حلقات هي كلها تروح كسالبين كالكترون فهذا المركب راح يروح الكلور راح يرتبط باي مكان من هذا تفرض ارتبط بهذا المكان من يرتبط هذه العاصره انكسرت كانما الكيلو انكسرت عاصره تكون مخدنا كربونيوم نفس الشيء فاذا هذا تكون كربونيوم ايون بس هذا الشيء يقول عنه ريزونايز ستابلايزد كاتيون انترميديت يعني هذا راح يصير ريزونايز يستمر ويثور في وسط هذه لحظات تصير صعب حتى عزله انه الظل هذا مستقر من خلال هذا الربط راح يصير هنا موجب هاي انكسرت هنا كملت هاي اربعه هذا الكربون ناتو كربون رباعيه هذا كربون وحده اتش وبس اللخ انكسرت كانت عاصره فصار موجب هذا الموجب ما يبقى بشكل لازم يصير ريزونانس هذه العاصره تقول انا اعوض مكان هذه الاتش تجي هذه العاصره تجي مكانها ترسمها هذه كملت تتحول زين كملت وهذه كامله هذه انكسرت راحت صار بينا هذه كامله اصلا منو ظل هنا النقص هنا وهذا صار الموجب زين هذا راح يجي يقول انا اعوضها مكانها من جاء هذا هنا هذه كملت صح واحد اثنين ثلاثه واكو اتش اربعه هذه انكسرت هنا ايش قد هاي هنا عاصره صارت هم واحد اتش واحد اثنين ثلاثه اربعه بس هذه اللي انكسرت الواحد هنا ماكو بعد وحده تصير موجب وهكذا تفتر زين دكتور مو كل كربونيوم يروح على درجه الكربون ممكن الحين نرسمها العفو بهذا الشكل لان الموجب ده يفر خلال هو اللي يعطيه استفراغ سؤالك ممكن يعني الكربونيوم ايون يروح على درجه الكربون الشبع همين وين يعني هسه السي ال لا لا درجه الكربون اللخ اللي متشبع اللي بيها اج وبيها السي ال مو بيها اربع صار ايه ممكن راح نشرحها يا سؤالك المحاضره القادمه دكتور بس عم بس بالنسبه للعصر اللي بالستيب ويل اللي تربط لي ما بين الكلور والحديد عصر إيه؟ ايونيه بالضبط نعم تعود نفسك تكتب الميكانيكيه بالبيت هاي شيء بس يعني تباوعها الخطوة الثالثة ايش راح يصير؟ هذا توصل الـ H وانطلق هناك معادلة واحدة لخصت كل التفاعلات نجي على إذا الجنرال ميكانيزم انه H يجيها الالكتروفيل الالكتروفيل مثل ما خلى اوضح هذا الالكتروفيل راح يدخل على مكان معين اي تعويض اي مكان نفس الشيء راح يصير العاصره اللي تنكسر مكانها موجب بعد الموجب العاصره ايش تنفقد طبعا الخطوه الاولى سلو اهم تركز عليها سلو ريت ديترمينيشن الخطوه المحدده للسلو اللي هي خطوه بطيئه بعدين الخطوه الثانيه الايش سريعه الفاست تكون تكون لنا الالكتروفيل بنزين الايش تكون خلي تكون بس اهم شيء الايش تكون جزء موجب وسالب موجب ليش لان البنزين فيها عواصر العواصر هي الالكترونات وليس عواصر والالكترونات هي سالبه ام موجبه سالبه والسهم السالب اللي يروح على الموجب ولا الموجب يروح على السالب زين ليش ما يتكون لاحظ البنزين لا مستقر شعر ضفنا له البي ار 2 فعلا بيعرفتوه واحد
يصير كربونيوم. شوف الكربونيوم غير مستقر، هو مستقر نذكر استقر انه هذا التفاعل ما يصير بسهوله. فلما راح يصير موجب ب باستخدام حفاز راح يثار مثار الجزيء هذا شوف على استقرار. بعدين اذا ضفت في ار2 لخ هذه تنضاف بس غير مستقره، فترجع انه تنضاف اضافه واحده فقط وليس اضافتين. هذا الانرجي الطاقه كل ما تغرفون منه الجزيئه نحو اكثر استقرار. وين تذهب نحو الاستقرار؟ تلغي المعوضات مالتها. نجي على النيترا، تتذكرون النيترا؟ خذنا النيترا. النيترا كانت، خليني ارجع من اقول لك حضر لي، ما يحتاج تكتب لي ميكانيكيه وسموم وموجب وسالب. هاي التحضير فروم بنزين نايترو بنزين. تكتب لي موجب خليه اكبر، تكتب لي سهم خليه اكبر. تحضير ربير زين. هذا بنزين بوجود غازات نايترو اذا من النتريك اسيد. هذا بيستبدل، وبالحقيقه قلنا ما يتفاعل هذا معه مباشره، راح يجي يسوي لنا شغل مع منه؟ H2SO4 اللي هو H2SO4 هو عبارة عن HSO3 أورنج، تبدأ نفصله. وهنا ايش عندي بالنيتريك اسيد؟ عندنا HONO2. دائما الحامض ينطي H، فالنيتريك تبي تخليه عامل مساعد. تذكرون هنا كان عامل مساعد اللي هو H2SO4، او كتبت قبل شويه H موجب. يعني راح يحط ال H ولازم بالاخير يرجع يطلعها بالتفاعل، هو اللي راح يحرك التفاعل. فالاتش اس او 4 بس يريد الاتش مالته، هاي ناكو او اتش بالاتش ان او 3 حتى يطلع اشبه بالماء. فهذا ايش راح يسوي؟ احنا نريد فد شيء دائما موجب حتى يتفاعل مع البنزين، ما صحيح اتفقنا هيك انه تفاعلات. فهذا اللي راح يصير انه هاي العاصره الاتش تنكسر، هاي العاصره وهذه الاتش تجي على تهاجمها. شوف السهم الالكترونات تهاجم، منو الالكترونات؟ غير المشاركه. إذا تلعب الإلكترونات غير المشاركة دور كبير في التفاعلات، هي اللي تحرك التفاعلات. هاي نقطة واحدة، مو اللي معوضة. راح تهاجم هذه الإتش 3، راح تصير عندها أو إتشين، وهو صارت الأو 1 2 3، الأو كم وحدة المفروض؟ 2. إن زادت وحدة نكتب زائد، يعني هاي عندها زيادة نقصان الإلكترون. بعد ذلك زادت هذه الانرجي اللي صارت هي موجبه، فهاي كنجوجيت اسيد او نيتريك اسيد. الخطوه هذه الثانيه اللي اخذنا بس هذا غير مستقر، صار ماء هنا تقدر ينفقد كامل. ومن ينفقد راح ينزل هذا السهم، راح يتكون النايترو اللي هي نظيفه على البنزين. اذا احنا لازم نحصل نايترو بنزين، لازم نحصل النايترو. النايترو شلون حصلناه؟ من وجود H2SO4. العامل المساعد H2SO4 لما ممكن نكتبه H بلس. ليش؟ حتى لا توصل بدل ما اكتب لك H2SO4 وارجع اقسم لك H2SO3 زين، هذه كلها اكتب H بلس، راح هذه ال H تجي عليها، راح تصير عندي هاي هذا الموجب وهذا سالب. زين، بعدها هذه اعمل لك سهم بهذا الشكل، راح تنفق الدين غير مستقره، تطلع على شكل ما H2O. ف H2O طلعت، شنو اللي بقى بهذا المكان؟ فطبعا هذه من تطلع تنفق لازم تستقر، هاي الالكترونات تجي تنزل، مو الالكترونين عنده زياده، تجي تنزل. الخطوه الثالثه انت ما طلعت شيء موجب. الخطوه الثالثه حاله البنزين راح تجي على الموجب،
ليش حلقة البنزين؟ حلقة البنزين تحتوي على ثلاثة أواصر. الأواصر هي عبارة عن الإلكترونات. الإلكترونات هي عبارة عن سالب الشحنة. السالب يهاجم الموجب، والموجب اللي الإلكتروفيل اللي حصلناه من خلال حفاز. خوش؟ نفس الفكرة. إذا الخطوة الأخيرة راح تهاجم عندنا حلقة البنزين. هذه الأوصرة مثلاً أو هذه أو هذه، نأخذ هذه تصير موجبة، راح يصير NO2 وهذه H. H مو طلعت هيجي في الصفح، هي موجودة H هنا. أذن البنزين به الأجاب C6H6، أذن موجودات ما تتغير. فهذه الH تبدلنا NO2، هذه صار هنا من كسرة هاي الأوصرة. هاي لازم تنكسر. ليش تنكسر؟ هاي رباعية ماكو مجال تدخل واحدة، فهاي تنكسر على ما تدخل هذه. بس راح تسوي إنه مشكلة موجب. هاي الآن راح تقول أنا أجيب مكانه وأعوض الموجب. نجدت مكانه صار عندي نقص بهاي المكان اللي هي صارت هاي الموجب. زين هذه راح تقول أنا هي تشتغل شغل. هذه اللف تيجي تقول أنا راح أعوض هذا. من تيجي تدخل بين هذا وبين هذا، إذا هذا وهذا ملا، بقى منه هذا فراغ، راح يصير الموجب إيه. نفس الفكرة مال قبل شوي. الخطوة الثانية انه ال H2O الموجود بالماء راح يهاجم. شلون راح تهاجم؟ تهاجم ال H وتطلع عليه اكزونيوم ايون، والآصرة تنكسر، اللي هي احنا دائما عندنا الخطوة الأخيرة انه ال H اللي مال حلقة البنزين تخرج. هي تخرج تخرج، بس تخرج ال H طبعا هذا، وبعدين الماء بالأخير شلون يستقر؟ يفقد ال H. ال H اللي هي الأولى اللي تخرج بالحامض راح تطلع بليش، راح تطلع بلو. تعال شكرا له، أخذ هذا ال H مالتك، صار التفاعل وتغير. دائما الكتاليست يجي يدخل ال H يرجع بالأخير، لازم يرجعها مادري يعني هو هم أصلح ما مستقر، بس لفترة معينة، وصار عندنا كل هالتفاعل. من ضمن النايترو، ما زال حشينا عن النايترو، أنه بالهلجنة ما زال H2، ونشوف H2 بالمعادلة معناته هلجنة. زين؟ عفوا هيدروجين. الهلجنة هي إضافة هالوجين. الهيدروجين هي إضافة هيدروجين. هيدروجين. راح يحول لنا الـ NO2 إلى NH2. وش اسم المركب؟ 4 أمينو بنزويك أسيد. وإذا ردنا نسمي بالعكس نقول يعني ردنا نعتبر الجذر أنيلين، نقول 4-carboxylic، بس ما تسمى. شوف فليش أنا أختار إذا عندي جذرين أسمي بالأسهل لي، يعني المهم شيء صحيح أكثر. 4-amino بنزويك أسيد، هذا مو ميكانيكي، هذا ضمن التفاعل. عندنا السلفنة التي تذكرون هي SO3 بنزويك سلفونيك أسيد. عندنا الفريج الجرافي FC، هذا الرمز معنا. تحاول تعود نفسك بالرسم هذا. هاي اكو هنا كربونات، هذا كربون كربون كربون، اما ترسمها على شكل كربونات سي اتش 3 كيف، واذا تقدر شوف اكو مكانات اسميها بحيث خطوط اسهل واوضح وسلسه اكثر، بس يراك تتعود ايدك بيدك تشتغل. السؤال الاخر يقول لك from benzene to repair cumin، اللي هو هذا الكيومن. طبعا شو يحكي هذا الكيومن؟ راح اضيف سجل الكيومن بالبدايه، خلي سهم زائد وبنزين بالبدايه، تجي شنو اللي باقي هنا؟ هذا عباره عن ريد البروفيتي اللي هي الكليشن الالكل، الالكل اللي اخذناه. فشنو اللي باقي بهذا الجزء؟ هذا الجزء نفسه اضيفه وخلي له سي ار بوجود اي ارسيال اثير. الأسئلة مو تريد الأسئلة مال النهائي؟ ما تريد تجاوب فول؟
هذا السؤال from بنزين بروبين فيوم ويجي بالامتحان النهائي ما يعرف ايش اسوي له امتحان مقارنه زين هاي شلون تتم هاي اخذنا ار بشكل عام الميكانيكيه كلها نفس الشيء السياره راح تهاجم العيال هسه عرفناها هاي السالفه ما راح تجي تدخل وياها شو تصير هذا اسمه مولكولار كومبليكس هذا مركب معقد دائما نسمي المركب معقد لما ترتبط مع عناصر المجموعه الانتقاليه طلع الجذور الدوري اليوم شوف بالوسط عناصر المجموعه الانتقاليه نسميها تداخل بين الارتدالات حامل لويس وقاعده لويس نجي راح تدخل هاي ما مستقره فراح تنفصل هاي العناصر تجي هنا اي ال سي ال 4 هي كانت 3 متعادله من زادت وحده صارت سالبه وهذه موجبه نحن الغرض من الستيب هو انه يجيك شيء موجب الالكتروفي شيء موجب ما صار موجب البنزين قبل تهاجم ليش التهاجم راح يصير اكثر استقرار ريزونايز وبعدين يقولوا هذا الاكثر استقرار هم تحول الى ماده جديده صارت هنا موجب تمر هاي انكسرت وهاي تقول انا راح اعوض مكانه راح تجي موجب هنا هاي تجي تعوض مكانه راح تجي هنا وتكمل هذا الرسم مال ثلاثه الخطوة الأخيرة عادة وما يظل موجب الايج تطير حتى تكون العاصرة ترجعها بس من رجعتها الايج رجعت الـ NCR ورجعت الـ AR مثل ما كانت بالبداية بعد ما صارت ما مستقرة رجعت في البداية بس الآر اللي تغيرت حركة البنز إذا احنا خمس تفاعلات والميكانيكية واحدة يعني مو تحفظ خمس ميكانيكيات هي نفس بس يختلف البادر مالتها سؤال آخر from بنزين prepare تيرت بيوتاين بنزين التيرت نرسمها مثل الشكل بالبداية إما سيات وإجات أو ترسمها بهذا الشكل اللي هو موضح راش هذا هو التيرت كربون وبها ثلاثة من جهة اليمين أو يسار المعوض كيف المهم كربون وثلاثة التير هي رباعية يعني أربع ضلات كربون مثل الأيزو شكل مقص مثل الداية يعني ثنائي التراية ثلاثة التير رباعي فراح أجيك هذا السؤال آخر من البنزين حضر تيرت بيوتال بنزين هذا جماعة الألكلي شلون الميكانيكيه ذكرناها عده مرات بس انا ما راح اجيب لك يعني مركب واقول لك سوي لي ميكانيكيه لا اذكر لك مثلا ميكانيكيه السلفه ميكانيكيه الهلجنه هذه رموز اي انا اقدر اعطيك اي معادله جديده واقول لك ميكانيكيه انا ما اقدر صعبه اول بدايه بس تريد تفهم الهلجنه السلفنه كذا اذا سويت ياك محددات الليميتيشن اوف فريد الجرافيك مثلا هنا عندنا يقول اذا كانت with the drawing with the drawing هذه المجموعه المعوضه كانت ساحبه وضفت ار اتش يعني الكلام هذا اذا حافظ الكلام خمس الار اتش يعني انا اضيف الكلام من الكي ما يحتاج حفظ وتعب نفسي بس هي مبينه فاذا ضفت وكانت اكو مجموعه هسه احنا اخذناها البنزين بوحده ما معوضه زين اذا كانت معوضه شلون؟ اذا كانت معوضه بساحبه نوريج فاكو راح تجيب بالامتحان تفاعلات بس نوريج تاخذ كامل شرط الا انت تسويها ميكانيكيه طويله زين منو قال لي هذه السالبه راح ناخذها هذه كل هاي المجاميع لازم تنحفظ وراح اعطيك ان شاء الله بالمحاضره القادمه شلون اسهل عليك بحيث ما تحفظ بس تفهمها تقول الله هاي نعم يعني هاي الواي ساحبه هو هذا السؤال مالتنا المحاضره القادمه نستفيد فيه ليش ساحبه قبل شوي ذكرنا الساحبه شو تسوي؟ هو موجب على البنزين صاير الموجب شنو؟ ناقص الالكتروني
وهو ساحب الالكترون راح يصير نقص شديد، وبالتالي هو عنده نقص شديد ما راح يخليه يدخل ضمن الحلقه بسهوله. راح نشرحها بشكل مفصل في المحاضره القادمه ان شاء الله. هسه بس كبدايه، الاثنين القادم راح نسوي امتحان الكتروني زين عن التسميات، وتحبون تدخل ميكانيكية او الحروف الميكانيكية، اهم شيء التسميات اريد هاي محاضرتين، مفروض انتم سحابين التسميات. انتم الاثنين ما داومون ها؟ الكترونيك. فهذه الواي شنو واي؟ احد هذا اللي هم هذا شنو؟ هذا؟ هذا رمز للمتر. قبل شوي كتبت الرموز. الرموز هذا رمز منه الدهايد، الدهايد هذا الاخر كيتون، كيتون هذا الاخر كاربوكسيليك، هذا الاخر الاستر. اذا الدهايد والكيتون والحامض الكاربوكسيلي العضويه هي حافظ التسلسل العضويه، هذول هم وايد، الدهايد كيتون حافظ كاربوكسيلي أستر، هذا منهم تجيب أمين أمايد، ذاك أمين، هذا أمايد، هذا السلفنة والسيانين والنايترو، هذول كلهم ساحبين. وإذا سي بي هالوجين أيضا يعتبر ساحب، هذه كلها أي وحدة خليها بمكان وايد تكتب لي بس نوري لكن حي الدرجة ثانية. من المحددات انه اذا ضفنا اكس سي اتش 3 سي ال يتكون بولي، بولي يعني متعدد، راح يدخل في الاورثو بمنطقتين. هاي من المحددات راح نشرحها ان شاء الله بالمحاضره القادمه، لان هنا توفر اريد تدرسون اهم شيء. والدرس لا يفيدني بعد اسبوع، بعد اسبوع انت تيجي تراجع تشوف صعوبه ما تتذكر انا فيه.